السادة المشاهدين كيف كانت البداية والانطلاقة في حياتك العلمية والعملية ووصولك إلى دولة الإمارات؟ والله أنا اسمي محمود عادل عبد الباي، اتخرجت من كلية حاسبات ومعلومات، عندي 28 سنة. جيت الإمارات في 2018. بصراحة أنا جيت الإمارات كان باختيار خالي، يعني خالي ربنا يخليه لي، هو اللي اختار لي الدولة، قال لي أنت دماغك هتمشي هناك في التكنولوجيا، وأنا أصلا يعني في التكنولوجيا كدراسات كان دماغي كويسة في التكنولوجيا، وقال لي أنت في الإمارات هي البلد دي هي اللي ماشية تكنولوجيا، أي بلد تانية مش هتمشي معاك. وجيت باختياره الحمد لله، واشتغلت الأول خالص ويتر، اشتغلت موظفة واشتغلت في السيلز وفي المبيعات، وبعد كده بقى استقررت اللي أنا لازم أعمل حاجة، كان المشروع ده عندي أصلا في مصر، فعشان كده أنا اخترت أن أنا أعمل حاجة شكل كده يعني. وأي عام دخلت دولة الإمارات؟ 2018. يعني سبب اختيارك للدولة اللي هو خالك اللي داعم لك. خالي اللي كان داعم أن أنا أجي الإمارات بصراحة. نتحدث عن الكافيه مصطبة، انه كيف اجتك الفكره انك تعمل هذا الكافيه، واكيد في عندكم منافسه عاليه وشريفه ايضا في مجال عملكم. والله المنافسين كتير، بس هو يعني احنا برضو جينا بتميز طبعا باسلوبي، بتميز بسعري، بتميز بحاجات كتير عن اللي حواليا. والخدمات اللي بتتقدم من داخل الكافيه، ابرز الخدمات اللي بتقدموها؟ والله هي الخدمات اهم حاجه عندنا اصلا، الامانه ومعامله يعني التعامل مع العميل يبقى كويس اكتر. نعم. والخدمات اللي بتوفروها يعني كامل خدمات، في هنا مشروبات، في مشروبات ساخنه وبارده، في شيشه، في جميع المشروبات، في مأكولات، في كل حاجه. في مأكولات بس سندوتشات يعني. الموظفين والصف، كيف كنت تختار الموظفين وعلى اساس كنت تختارهم؟ والله ده اكتر حاجه انا تعبت فيها الموظفين. يعني انا جيت في الاول، انا يعني لما خدت المكان خدته موظفين كتير تعبوني يعني، بس كده بعد كده اخترت، عملت انترفيوهات واخترت مجموعه كويسه عن طريق الانترفيو، عن طريق التست بتاعهم. وطبعا يعني العميل هو اول واحد بيشكر، يعني لو العميل اشتكى من حاجه بعرف خلاص، يعني انا بجيب الموظف اشغله معايا اسبوع تجربه بس مش اكتر. وتحدث عن الشيء اللي يميزك ايضا خلاك تكسب ثقه الناس فيك، المعامله والامانه. اكيد من صدق الناس شاركوا في اموالهم. استاذ محمود عادل، يعني بدنا نتحدث عن الرؤيه المستقبليه ان شاء الله لك، وانت الشاب الشباب الطموحين ايضا في دولة الإمارات. الله يخليك. يعني شو بعد ايام او سنوات قادمه يعني ان شاء الله وين بنشوفكم؟ والله انا ان شاء الله يعني ناوي ان انا اخلي الكافيه ده مش كافيه واحد، اخليه فرع واثنين وثلاثه باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. التوفيق ومزيد نتقدم من نجاح. يا رب. والله هم ما قصروا، ولا شرطة قصرت، ولا جيش بيقصر، والمسؤولين يعني ربنا يديمهم في حياتنا، حكامنا وجيوشنا وانا بصراحة انا عمري في حياتي ما يعني ما شفتش البلد ديت ان انا مختلف فيها، انا اجنبي على الورق، انا اجنبي بس ما حسيتش كده خالص. معاملة المواطن؟ لا لا لا، معاملة مواطن والله مش عايز اقول لك احسن من معاملة الاب والام هنا. انا خدت شهادة بالعكس. لا والله العظيم يعني انا بقول لك الصراحه، اللي انا شفته في البلد دي انا شفت خير على ايديهم الحمد لله يعني.
شو بتوجه لهم رسالة أيضا لأجهزتنا الأمنية ولا بلدية طبوق؟ والله أنا بشكرهم وربنا يديمهم في حياتنا وربنا ويظلوا مستمرين على هذا، وفي تطور كل يوم، في تطور الحمد لله، وربنا يخليهم لنا يا رب، ويرحم أمواتهم ويصلح حال البلد بإذن الله، وإن شاء الله في تطور جاي بإذن الله كتير في البلد. طبعا محمود عادل، يعني بدنا نأخذ منك رسالة شكر لإنسان كان داعم لك في حياتك، لمين بتوجهها عبر الشاشة؟ والله هو كداعم يعني هو بابايا الله يرحمه، سيرته الطيبة هي اللي كانت داعم ليها في الحياة. ما حد سند، أنا سندت نفسي بنفسي. الصفات اللي أخذت من والدك؟ والله كل حاجة، الطيبة أهم حاجة، الطيبة. هي ساعات بتيجي بالعكس، بس أنا أخذت منه الطيبة، أخذت منه سيرته الحلوة اللي أنا عشت بها طول حياتي في البلد، مع أنه متوفى وأنا صغير، بس أنا سندت نفسي بنفسي بسيرته. لمن كان؟ لا أنا بشكر بس ابن عمي محمود يسري وأخوي أحمد، ربنا يخليهم ليا، هم برضو هم كل حاجة أساس، يعني كانوا واقفين معايا في كل حاجة هنا، ربنا يديمهم في حياتي ويديم أهلي في حياتي يا رب. حبها من حقها نرزف لها.